بمناسبة انعقاد الاجتماع 36 للجنة الأممية للعمال المهاجرين بجنيف، قدم المغرب تقرير الدوري الثاني ديالو، وعلى هذا الإطار قدمات أيضا بحكم الوظيفة اللي كيعطيها الدستور لجمعيات المجتمع المدني، قدمات لجنة الهجرة لسوس ماسا تقرير موازي حول وضع الحقوقي ولا وضع حقوق الإنسان للمهاجرين في جهة سوس ماسا. هذا التقرير اللي كانوا فيه جوج ديال المستويات، كان المستوى الاول اللي كيتحدث على الانجازات اللي قامت بها الدوله في المجال ديال الهجره، يعني ابتداء من الاستراتيجيه الوطنيه للهجره واللجوء، واتباعا تنزيل هذه الاستراتيجيه على مستوى البرامج والمشاريع، وثالثا العمل اللي كتقوم به ايضا المؤسسات الدوله المتواجده في التراب المحلي في يعني تنزيل واجراءات هذه الاستراتيجيه بشراكه مع جمعيات المجتمع المدني، خصوصا ايضا المنجزات اللي قامت بها الدوله هو واحد المجموعه ديال القوانين لصالح المهاجرين، خصوصا ما يتعلق ب لاتخيت ولا استعباد البشر او التجار بالبشر، ايضا على مستوى الحاله المدنيه، على مستوى التربيه والتكوين، على مستوى برامج ايضا التشغيل وايضا التكوين، الا ان المستوى الثاني من هذا التقرير اللي قدمته لجنه الهجره لسوس ماسا كيتضمن بعض مكامن الخلل اللي كاينه في تنزيل هذه الاستراتيجيه، خصوصا فيما يتعلق على المستوى الواقع ولا على مستوى المشاكل التي يعيشها بعض المهاجرين المقيمين على مستوى تراب الجهه. واذا ما اردنا يعني ان نحدد هذه أو نحدد مكامن الخلل على المستوى الجهوي، هو أول شيء هو المسألة المتعلقة بتشغيل المهاجرين على تراب الجهة، المسألة الثانية المتعلقة بوجود مجموعة من الأطفال إلى حدود اليوم هم لا زالوا بدون هوية، وبالتالي نخاف مستقبلا أن تصبح لدينا يعني مجموعة كما يعني في الكويت أو البيدون كما يسمونهم، أو على المستوى الأوروبي العالمي أيضا على مستوى الغجر فهم بدون هوية ولو يمكن أن يتحصلوا عليها. يعني نحن نخشى أن نصبح كذلك مع هذه المجموعة المتواجدة اليوم. أيضا على مستوى التربية والتكوين يعني لا زال هنالك يعني مطلب مجهودات مضاعفة من أجل إقناع آباء وأولياء أطفال المهاجرين بتسجيلهم بالمدارس العمومية حتى نتمكن من ضمان حق يعني التعليم والتربية. وهنالك ايضا مشاكل اخرى تتعلق ايضا بالتجار بالبشر، تتعلق ايضا ب يعني بجعل الجهه هي خلفيه للهجره السريه لجزر الكناري الموجوده يعني في المحيط الاطلسي من بعض مدن الجنوب. يعني هنالك مجموعه من الاكراهات يعني وجب ان تستنفر مجهودات جمعيات المجتمع المدني وايضا مؤسسات الدوله، يجب ان تكون هنالك يعني التقائيه في البرامج. هذا بالاضافه الى يعني حدثت تجربه يعني ادماج بعد الهجره داخل البرامج الجهويه والاقليميه والمحليه للتنميه، والاشتغال على هذا البعد اي بعد الهجره سواء بالنسبه للافارقه جنوب الصحراء المقيمين على تراب الجهه او بالنسبه لمغاربه العالم، يعني لا زال يتطلب منا مجهودات ودعم ومواكبة حتى يصبح يعني ميدان الهجرة هو ضمن التدبير ضمن تدبير الشأن العام الجهوي. وإذا ما أردنا يعني أن نقوم بتركيب يعني لهذا التقرير فهو تقرير يعني متكامل وتقرير واقعي ويمكن الاشتغال فيه على مكامن الخلل، وهو تقرير يعني
متوازن تقرير يدفع نحو بناء سياسة جهوية مندمجة تجعل مسألة اندماج الأفارقة جنوب الصحراء في تراب الجهة ممكنا، ولا ومن أجل أن يحد يعني من تلك الحركية للمهاجرين بين مدن الجنوب ومدن الشمال. وبالفعل مقارنة الوضعية الحقوقية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في المغرب مع مجموعة من دول العالم لا يمكن أن تكون سوى مقارنة بوجود الفارق، وهو أن المغرب وجد متطور على هذا المستوى، وهذا بشهادة اللجنة الأممية للعمال المهاجرين في تقريرها النهائي حول وضعية المهاجرين في المغرب، حيث أشادت بمجموع الانيشياتيف او مجموع المبادرات التي يقوم بها المغرب على هذا المستوى، وايضا يعني قد جاءت بتوصيات جديده تهم مجموعه من المجالات. لكن مقارنه المغرب خصوصا مع بلدان شمال افريقيا الجزائر تونس وليبيا ومصر، فاننا يمكن القول بان المغرب هو يعني يسبقهم بسنوات ضوئيه على هذا المستوى، حيث ان مقاربه المغرب يعني هي مقاربة حقوقية بالأساس تشمل الحفاظ على حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للمهاجرين. لذلك قد لو ماروك لانسي، لذلك فقد قام المغرب بحملتين لتسوية الوضعية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالمغرب، كذلك مجموعة من البرامج التي تخص تكوينهم، وأيضا مجموعة من البرامج التي تخص تشغيلهم، مقارنة يعني مع وضع المهاجرين في كما قلت سابقا مقارنة مع بعض دول شمال إفريقيا. إذا ما قارنا مع ليبيا فلا زالت هنالك تجمعات للعبيد ويبيعونهم يعني في سوق سوداء، هذا بالإضافة إلى يعني استفحال ظاهرة التجار بالبشر هناك. في تونس قد لاحظنا الأزمة الأخيرة التي استدعت أيضا تدخل رئيس البلاد، وفي الجزائر نعرف جيدا ما يقع للمهاجرين هناك من يعني من ممارسات غير حقوقية وقس على ذلك. أما في مصر فالوضعية مستقرة خصوصا بالنسبة للاجئين أو طالبي اللجوء، إلا أن المهاجرين الغير قانونيين أيضا يعانون من بعض ما يعاني منه المهاجرون في ليبيا، خصوصا مع شبكات الاتجار بالبشر وشبكات الجريمة المنظمة. وبالتالي فالمغرب يعني فقد استلهم مقاربته الإنسانية من خطاب جلالة الملك في ندوة مراكش حول الهجرة، وأيضا قد استلهم هذه النظرة الإنسانية من دعوة جلالته إلى وضع استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تكون مقوماتها مبنية على الخلفيات الحقوقية أو خلفية حقوق الإنسان بشكل عام.